اهلا بكم في سلسله فيديوهات انا مش بياع. هنتكلم فيها عن بعض اساليب البيع ادت الى ترسيخ بعض المفاهيم الخاطئه عن عمليه البيع، ودي متوارثه على كافه المستويات والانشطه في جميع الشركات. هنتكلم فيها عن بعض المفاهيم الخاطئه. اولها انا مش بياع، البيع مش فن، البيع مش زن، انا ما اقدرش ابيع اي حاجه لاي حد، واخيرا العميل مش دايما على الحق. هنتكلم فيها على بعض المفاهيم الخاطئة اللي تمارس حاليا في وظيفة البيع. تابعونا على قناتنا بيباع ايديو على اليوتيوب وفيديوهات انا مش بياع.